درس رقم 12 في تخنص. مش كل النصوص حروف، مش كل النصوص أرقام، بعض النصوص بتبقى رموز. اوعوا تستهينوا بالرموز، الرموز ده اختصار بيختصر لك يمكن أكتر من كلمة. الرموز فوق إنه اختصار، ده رمز يعني ملوش علاقة باللغة. معناها إيه؟ الهندي لو شاف الرمز ده هيفهموا ايه هو، المصري هيفهموا ايه هو، اماراتي هيفهموا ايه هو، سعودي مش محتاج انجليزي. يعني مثلا لو خدت تي ام، تي ام معناها تريد مارك، ماركة تجارية. الار ريجسترد يعني ماركة مسجلة. السي معناها كوبي رايت. وكثير من الرموز اللي مش محتاجة لغة عشان واحد يعرفها جميلة جدا. يعني ممكن تحط رمز حتى تليفون وتحط جنبيها رقم، مش محتاجة أي لغة عشان واحد يفهم إن ده رقم تليفون فاكس، إن ده رقم فاكس وهكذا. فربما واحد يدي لك كارت ما تفهمش منه لا الاسم ولا حاجة، لكن تفهم منه إيه رقم التليفون لأن محطوط قصاده تليفون. تعالوا نبتدي الدرس ونشوف إزاي نقدر ندخل رموز وسمات خاصة. إحنا هنكتر في الدرس ده شوية، إحنا هندي رموز إن شاء الله والسمات الخاصة دي، وبعد كده ندي بعض الرموز العربية والزخرفة العربية اللي ربما تنفعنا في مستندات لما نيجي نعملها. ادي الوورد، عايزين ندرج رمز، يعني شوفوا الطريقة اللي بنقول بها الكلمة ادراج رمز. فطبعا هتكون من علامة تبويب ادراج، ادي ادراج فين؟ صفحة فارغة، لا مش صفحات ولا جداول ولا رسوم توضيحية ولا ارتباطات داخل الانترنت ولا رأس وتسجيل ولا نص. امال ايه هو؟ رمز. يعني شوف اهو اهو سهلة، نعم، ومش معادلة رياضية، ده رمز. فنضغط على الرموز فبيدي لك الرموز الاكثر ايه، الاكثر تعاملا معها الناس. وليكن تي ام تريد مارك، ودي واحدة من اللي ادهنها، فده تريد مارك. وهتفتكروا ان ده حرف تي ام، لا 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 لا، ده عبارة عن ايه، كأنه حرف واحد خلاص. ونتعامل معاه ازاي؟ ادي اخترنا تي ام، لو رحنا الصفحة الرئيسية عايزين نكبره، بدل 16 هنعمله مثلا 24، هتلاقيه بيكبر او هو يكبر 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 وبهذا الشكل. عايز تغير لونه برضو نفس الشيء، ما عندكش فيه اي مشاكل. ادي تي ام ماشي الحال. طيب تعال نشوف بعض الرموز الاخرى. يبقى من ادراج عشان نأكد عليه، وادي الرمز، ونيجي سي كوبي رايت حقوق الطبع، يعني حتى كوبي رايت ساين حقوق الطبع خلاص. نضغط عليها هتجيب لي السي، انتر. استنى، لو عايز تغير اللون او تغير الحجم برضه هنختاره، وبعد كده هنروح للصفحه الرئيسيه ونقول لو سمحت احنا عايزين لونه لون وليكن ازرق بس للتغيير مش اكتر من كده خلاص. ونيجي للي بعديها، شوف ادراج نعم، رمز نعم، ده اليورو صح؟ اللي هو العملة الأوروبية، وده ده الباوند ساين اللي هو ايه؟ الجنيه الاسترليني ستيرلينج باوند، وده ده الين الياباني، وده زائد أو ناقص، وده لا يساوي، وهتلاقي عدد كبير من الرموز ماشي؟ لو مش مكفيك دول خلاص وجالك في الامتحان حاجة تانية، روح داخلين على المزيد من الرموز، مزيد من الرموز، ونيجي لأحرف خاصة. شايفين هنا نفس الشيء، آدي حقوق النشر اللي هي السي ماركة مسجلة. وعلى فكرة حتى شو حقوق النشر، ألت مع كنترول مع سي حاجة بيسموها شورت كات أو مفتاح اختصار، هتروح عامل لك السي. ألت كنترول مع آر هتديك، ألت كنترول مع تي هتديك تريد مارك، وهكذا تنزل تحت وتشوف ايه العلامات اللي موجودة واللي معروفة ماشي الحال. من شوية طبعا يبقى هنا هنحط كمان عشان من ضمن الايه اللي مكتوب الار اللي هو ريجسترد خلاص. واللي بيجي ساعات رمز يقول لك الايه، الجنيه الاسترليني او اليورو، ادي اليورو ده الجنيه الاسترليني وادي الايه اليورو خلاص، وهكذا زي ما احنا شايفين ماشي ماشي. لكن احنا قلنا من شوية ان في
بعض الرموز الأخرى ربما مش هتيجي في الامتحان، ولكن ربما أنت تستعين بيها في تعمل كروت، تعمل ورقة خاصة بالشركة letter head، ونشوف بتتعمل ازاي. مش الليتر هيد لكن هنشوف هذه الرموز الخاصة. لو رحنا لإدراج رمز، ادي إدراج وبعدين رمز، ونقول له مزيد من الرموز، ماشي الحال. نوع الخط هنا ماشي، انا عايز اقول لكم ان الرموز ترتكز في عدة خطوط، مش النص الخط العادي. لو ضغطنا عليها هنلاقي تحت عدة خطوط، هي when dings when dings when dings web dings. يبقى when dings when dings 2 و3 و web dings. تعالوا نشوف لو دخلنا على when ding 1. طب انا عايزك تشوفوا دول قبل ما نغير. هنغير الخط ونخليه when ding، هتلاقي مجموعة من الرموز الجميلة جدا. رمز الكتاب، رمز مقص، رمز التليفون. تعالوا نضغط على رمز التليفون ونقول له ادراج، ادراج لرمز التليفون زي ما انتم شايفين، ماشي الحال. رمز كتاب، ادراج، ادراج لرمز كتاب. رمز بريد، ادراج. يعني شوفوا الجمال، ان زي ما قلت لكم ان الرمز من الرموز دي بيعمل ايه؟ يغنيك عن كتابة. انت هتحط تليفون نمبر، طب ما هو تحط التليفون والكل هيفهمه، خلاص. انت تحط مثلا هو بريد الكتروني بدل ما تكتب ايميل. الله، طب ما انت كده وفرت كتير. وغير التوفير، الرسمه بتبقى ابلغ زي ما قلت لك، بتوفر مكان كبير وتوفر مجهود في الكتابه، وتوفر بعض الناس مش فاهمه اللي انت كاتبه، واغلب الناس هتفهم لان دي بالرسم، ماشي. وهتلاقي مجموعه في الويندنجز، مجموعه كبيره من الرموز، خلاص تقدر تختار منها. والاسهم تختار منها كما تشاء، زي علامة الصح إدراج، علامة الخطأ إدراج، وهكذا، ماشي. تعال نشوف تاني، أدي ويندنجز ما خلصناش. الويندنجز اللي هي مجموعة الرموز الخاصة بالويندوز غير الويب. الويب هتكون مجموعة خاصة بالإيه؟ بالويب اللي هو الإنترنت، خلاص. تعال نشوف ويندنجز 2، مجموعة أخرى من الرموز. تعال نشوفها من أول خالص، يا سلام، ده تقريبا متشابهة. هي هتلاقيها برضه فيها خلافات، هتلاقي فيها بعض الخلافات، مش كلهم ايه شبه بعض، خلاص. حتى هنا مجموعة من الساعات، لو عايز تقول الساعة كذا هتلاقي رسمة الساعة موجودة، خلاص، زي ما انتوا شايفين. انا بس بجري قدامكم بعض الشعارات، حتى النجمة بتاعتنا، ادي ادراج، هتلاقي النجمة موجودة، وتقدر تلونها باللون اللي انت عايزه زي ما احنا قلنا قبل كده. ويندنجز هتلاقي ويندنجز 3، خلاص، ادي ويندنجز 3. هتلاقي برضو مجموعه اخرى من الايه، من الرموز، كالاسهم اللي احنا شايفينها قدامنا باشكالها المتعدده. ايوه ماشي، احنا كده يبقى خلصنا الانجليزي. قال لك لا، ما تنساش الويبدنجز لان بتحتوي على اشياء في منتهى الجمال. تعال نشوف بقى، لانها اغلبها رموز خاصه بالانترنت، اغلبها. ادي شبكه الانترنت، وادي العنكبوت، اكنها عنكبوتيه يعني زي ما بيقولوا. ادي دي بتكون السحابه الكلاود المشهوره، دي موجوده زي اكنها كهرباء. وهتلاقوا كثير من الاشياء اللي فيها ارتباطات بالايه، بالانترنت، زي ما انتم شايفين، كمال اجسام، العاب مختلفه، موتورسايكل، رموز من رموز المرور، واشياء كثيره، موسيقى، اشياء كثيره جدا تساعدنا في عمل المستندات. شوفوا انتم هتلاقوا حاجات لطيفه وجميله، وحتى يعني حتى لو ما جاتش في الامتحان، ولكن زي ما احنا قلنا احنا مش كل حاجه بنعملها الامتحان، بنعمل برضو حاجات بتساعدنا في ايه، في اعمالنا ربما تكون تجينا، وهكذا. يلا احنا كده خلصنا الرموز، لا احنا خلصنا الرموز الايه، الانجليزيه. هل في رموز عربيه؟ نعم، والرموز العربيه ايضا هنروح لادراج، هي هي ورمز، ونقول له المزيد من الرموز. لكن الرموز العربية موجودة في نوع خط آخر اسمه أرابيسك. اسمه إيه؟ لا اسمه إيه؟
ارابيسك، فين ارابيسك ده؟ هل موجود عندنا ولا بس كان موجود عندنا في الويندوز اكس بي؟ قال لك لا موجود اي جي اي ارابيسك واي جي اي ارابيسك ديسكتوب. تعال نشوف ادي اي جي اي ارابيسك. يا سلام، شوف الزخرف في العربيه، شوف شكل الكتاب، خلاص شوف اسماء الشهور العربيه، شوال، محرم، وبتبقى لها شوف هنا كلمه لفظ الله جل وعلا، لفظ الجلاله، شوف الله جل جلاله، واشياء كثيره اللي دي تنفع جدا ان احنا نحطها في مقدمه كتاب. يعني شايف حتى كلمه المحتويات، كلمه التمهيد لن تجدها مزخرفه بهذا الشكل الا في ايه، ضمن هذه المجموعه من الايه، من الرموز. تعال نشوف ادي اي جي اي ارابيسك، ونقول له اي جي ارابيسك ديسكتوب، هتلاقي مجموعه اخرى، الثالث، الرابع، وزخارف من الزخارف العربيه الاصيله الجميله. وربما ربما انا ما جربتش بصراحه، لكن ربما تجد بعض الزخارف الاخرى على الانترنت تحت برضو مسمى ارابيسك، ربما تلاقي ارابيسك واحد واثنين وثلاثه، تعمل لها داونلود وتحطها كخط من الخطوط، وهتلاقي من هتلاقي ان شاء الله مجموعه اخرى من الرموز. لكي بقى ايه نلخص ما قلناه لادراج رمز، هنروح ادراج ونقول له رمز، ونقول له ونشوف هذه الرموز اللي احنا استخدمناها مؤخرا. خلاص لو دي ما عجبتكش بتروح للمزيد من الرموز. اغلب الامتحانات بتكون خاصه بالاحرف الخاصه اللي هي هتلاقي حقوق النشر، علامه مسجله، علامه تجاريه، مقطع، وهكذا. حتى المقطع لا، لانها خاصه بشيء تاني. هتلاقي اليورو، هتلاقي الباوند، وهكذا. لما تعوز اكثر من ذلك بتروح لرمز، بتقول المزيد من الرموز، هتلاقي الرموز الخاصه العامه، الرموز الخاصه بالانترنت هتلاقيها في ويب دينج. ويب فين؟ WEB، اسف، ويب دينجز. هتلاقي مجموعه خاصه اغلبها خاصه بالانترنت، وهتلاقي وينج دينج خاصة عامة، يعني رموز عامة خاصة بالويندوز هتلاقيها برضو نستخدمها، وهتلاقي الويندوز 2 وهتلاقي الويندوز 3. دي كلها أشكال مختلفة للرموز. أما من ناحية الرموز العربية هتلاقيها فوق في أرابيسك عربي، يعني أرابيسك، وهتلاقي اي جي أرابيسك واي جي أرابيسك ايه ديسكتوب، وربما تلاقي اي جي أرابيسك غير دول موجودين على الإنترنت. ونتقابل في الدرس اللي بعده.